الملك عبد العزيز انا في ذاكرتي او في شيء او اللي 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 انا طبيعي لما توفى الملك عبد العزيز كان عمري 4 سنين، ومثل ما قلت لك يعني توفى الملك عبد العزيز في الطائف، انا كنت في الطائف لانه كنا في الطائف احنا صغار. يعني اتذكر يوم ما توفى انه في شيء غلط كطفل، حسيت انه الاول مره انه حنا انه الوالده ما تنتبه لنا، انه ما حد ينتبه لنا، انك تقعد لحالك يعني ولا تدري وش اللي يعني كطفل ما تدري وش اللي انه في شيء حاصل بس ما تدري وش. بس اني انا احس بهاليوم الى الان يعني. وانا طفل كنا ننام في سطوح، لاني اتذكر انه الواحد يقوم يحطون علينا نوموسيات على اساس انه ويقوم الواحد يكون الفراش يعني بركة سباحة يعني من كثر الطل اللي أتذكر أنه كنا نروح للملك سعود الله يرحمه في العيد، لما يأتي العيد الصبح يأخذوننا كأطفال فنسلم عليها الله يرحمه وبعدين نطلع، خاصة نجي نسلم ونطلع يعني، فنجد شخص موجود يعايدنا فيعطينا 2 ريال فضة. كانوا بعد ما يبنون البيوت يليسونها بشيء يسمونه جص، فأذكر أن كنا نأكلها يعني نأكل من الجص. أنا يعني لا أدري إلى الآن، يمكن أحاول أجربها مرة ثانية يعني، بس فعلا كنا حنا يعني أو أنا على الأقل أو بعض الأطفال أم نقص في 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 أشياء، أم عندنا نقص في أشياء فنضطر أن احنا تغيرت الأحوال يعني في ذيك الأيام والأيام اللي بعدها. أنه كنا نلعب فتصادف لك قطعة حديد أو شيء أو صدية أو فتدخل في رجلك يعني، وعادة ما ينتج عنها يعني يمكن حرارة، يمكن مرض، يمكن تتورم وتلتهب وبعدين تكتشف بعدها بسنين أنه كان مفروض أنك تروح الطبيب لأنه خطيرة جدا، لأنه يتسمم الإنسان لأنه يموت منها يعني. بس أنا ما أتذكر أن أحد مات من هالجروح أو قضيت الفترة هذيك في 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 جدة. الوالد الله يرحمه كان يحب يسافر لمصر وكان عنده مكان هناك، فطبيعي كان فيه يعني المدارس هناك مثل فيكتوريا كوليج ولا كليات متفوقة وكبيرة، فوجد انه 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 مصالحنا انه ننتقل المصر على أساس الواحد يبتدي يتعلم إنجليزي يبتدي يعني بشكل صحيح فقرر الله يرحمه وانتقلنا. طبيعي لما سافرنا يعني كان طبيعي، ما أعتقد أنه كان ودنا نسافر يعني، وكنا متوترين أنا والأمير سعود يعني أنا وسعود بن عبد المحسن لأنه هذا يبين من صورنا يعني حنا صورونا وقبل لا نسافر كنا لبسينا بدل من صغار يعني، فكان بين على وجهي وعلى هيئتي أني ما كنت أصير قبل يعني يوم السفر وقبل الطيارة ونلبس ما تخيل كيف الأمور عادية تماما. فجدتي كانت تقول انتم رجال انتم،
رايحين مستانسين الحمد لله ولا في شيء اصلا ما. فالعمر يعني الامور فعلا اكثر من عاديه. بس مشاعل اختي الله يرحمها تقول عاد شوفوا ايش اللي حصل لما تطلعون المطار المناحه اللي تحصل بعدها. بس قدامنا احنا عمره ما حصل شيء ملفت للنظر يعني. عادي تماما والامور طيبه واستانسوا وروحوا ودرسوا والحمد لله وشو ما في. فالمهم سافرنا لمصر ورحنا الاسكندريه. يعني فيكتوريا كوليج كانت في الاسكندريه الاساسيه، في واحده في يعني في المعادي كمان. فاتذكر ذاك اليوم انه احنا كان اللي مسؤول عن تربيتنا شخص فاضل اسمه صالح العنبر، نسميه ابوي صالح. وهو اللي كان من يعني من عمري 5 6 سنين هو اللي. فرحنا لفيكتوريا كوليج اتذكر، و دخلنا العصر واستقبلونا الأساتذة وبعدين قالوا صالح العنبر وشخص آخر مرسله أبوي كمان إنه خلاص عدتم شكرا لأنه داخلي حنا وأنتم روحوا يعني. فصدم صالح العنبر فقال للشخص الثاني وهو من هالحايل يعني بخليهم نروح بعد هي، قال هي قال كذا بس نخليهم نروح. اي والله كان شيء غريب. فقال لي هذا ان شاء الله لمصلحتهم. فابتدى يبكي، احنا ما نشوفه هو يعني على اساس انه فصلونا عن يعني عنه يعني تاثر الى حد انه بكى يعني من من من, من انه شلون نخليهم نروح. فكانت السنه الاولى صعبه شوي، مو في معظمها يعني، لأنه كواحد عمره 9 سنين والأمير سعود عمره 10 سنين وبعدين يا سبحان الله تغيرت الأحوال.